Hi. 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 What's your name? Sofuad. My name is Khalid. My name is Jana Akram. My name is Jumana. My name is Layan. Farah. My name is Amina. تعالي يلا نتمشى شوية نبتدي الأسئلة. أوكي. أوكي. جانا عندك كم سنة؟ 11 and a half. I am 10 years old. عندي 10. عايز تبقى إيه لما تكبر؟ أنا مهندس. هما حاجتين لو يعني لو ربنا عايزني يعني أطلع لهم يعني واحدة منهم دكتورة أطفال أو عالمة. ممكن أطلع إنجينير ساينتست. عايز اطلع مهندسه ديكور وبشتغل كده سيلز مانجر ساينتست دكتور. انا مهندس. انا بحب الهندسين. انا عشان بحب الماس. انجينيري اشمعنى؟ لا يعني انجينير بس متخصص في الديكور ديكوريشن. اشمعنى بقى؟ عشان يعني بحب الكالرز وبحب ال يعني بحب الكالرينج والكالرز وعندي في يعني بقدر اخليهم اعملهم ميكستشر مع بعض كده. اشمعنى ساينتست؟ انا بحب ان انا احط على حاجات على بعضها تدي حاجات كيميكلز حلوه كيميكلز يعني. عايز تبقي سيلز مانجر كمان؟ اشمعنى؟ انا حبيت الشغلانه لما كنت بشوف مامتي بتشتغل حبيتها قوي فانا حبيت يعني اشتغلها. وشمعنى مهندسة ديكور؟ لا أنا بحب التصاميم فبحب أبقى مهندسة ديكور. دكتورة شمعنى؟ كده ليه؟ عايزة أطلع دكتورة. عايزة أطلع ساينتست ليه؟ عشان أنا بحب الساينس وبجيب فيه درجات حلوة كل سنة. في حاجة في العالم عايز تغيرها؟ الصراحة إيه؟ في فكرة اني انا عايز اعملها لما اكبر. طبعا هو بيحصل ساعات حوادث كتير. عايز يعني اخترع حاجة احطها في العربية واخترع حاجة احطها في السور اللي جنبه عشان مثلا لو جيت تخبط في السور او جيت تخبط في العربية الحاجة دي تعمل هنا توقف العربية هنا وتوقف العربية هنا فانت الحادثة ما تحصلش. يعني لو في نظام حاجة يعني حاجة تخلي مصر بلد عظيمة زي امريكا زي يعني اللي هي البلاد اللي هي متقدمه عننا. على فكره مصر متقدمه جدا. متقدمه مش متقدمه في العلم بس. على فكره لما انت تكبري وتخترعي حاجه او دلوقتي حتى وتعملي حاجه لبلدك تخيلي ان ده كل واحد لو عمل كده هنتقدم صح؟ صح. نفسك تغيري حاجه في العالم؟ ايه؟ ان مثلا في ناس مثلا مش متعلمه نعلمهم، في ناس محتاجه بيت لازم نديهم بيت، ناس فقراء لازم نديهم فلوس، ناس مريضه لازم نوديهم مستشفيات وكده. يعني في حاجه في العالم كله عايزه تغيريها او في حاجه في مصر عايزه تغيريها عايزاها تبقى احسن او كده؟ ايه؟ بقت ترمي زبالة في الشوارع. عايز اعمل ريسايكلينج. عايز تعملي حاجة في ريسايكلينج؟ عايزها في مصر ولا في العالم كله؟ في العالم كله. ما يكون في ولا اي حاجة واقعة على الارض. هتشيلي حاجة على الارض خالص خالص. وحتى الباسكت قلة الباسكت هنحطه في كل يمشي خطوة يلاقي باسكت عشان يرمي فيه. عشان ما يبوظش الدنيا. ايه اللي عايزة تغيريه؟ يعني ساعات كده باسلوب الناس لو تحسن اكتر. هو انا قصدي يعني لو كل الناس اسلوبها يعني تحسن هتبقى البلد جميله جدا. كل واحد فكر في اخلاقه اكتر. ايوه خلى اخلاقه احسن. ايوه يعني لو كل واحد فكر في اخلاقه خلاها احسن واحسن هتبقى اجمل يعني البلد. في حاجه في العالم او في مصر او في اي حته نفسك تغيريها او تبقى احسن؟ لا الشر اللي جوه العالم كله يعني يعني اللي انت اللي ام الناس اللي بتتقتل كل ده. طب ما كل ده ليه ما احنا كلنا في عالم ممكن نعمل ريسايكل الورد للعالم يعني الورد كله ونخليه يعني يبقى فيه ده زي ما هو خير في بيس. في بيس يعني.
افكار عندك تخلي العالم يبقى فيه بيس؟ اكيد احنا ممكن يعني احنا ممكن مثلا بدل ما يعني بدل الحاجات النووية دي بدل ما نستخدمها في الاسلحة نستخدمها في حاجات تفيدنا. I love you so much. Bye. Bye. Bye.